اسمع عملوا هجوم على مينوت الكل شافوا لي كيستيون لي ريبونس رابيوس دوك كان حسيتهم يجيبوا على كل شيء صحيح راهم شافوهم شنو؟ ما انت تاكل جل نتاعك ولا بوستر اي سي في خاطر طيحتوهم اليوم العظيم انا خديت لك الكيستيون باش يمشي اي ريتك والله لا ريتك اسمع عندنا زهره لا خوف تجي تعطينا اسئله جدد بي مازلتوا تسمع في غسل كاري جونيور في ساعتها الثانية مع دونك مهدي زينة يوسف هشام عزيزة وأرسلان نحب نقول لكم حاجة سعيدة أرسلان سي بون لا روبريك نتاعو اي سوفي الورقة شاحت والمياه لو ميراكل دو سيكل أما فما حاجة خايبة الميم تاع الورقة أنا قحطتها وعزيزة كيف كيف وزيدة تعزيزة شنو تحب تقول انت هشام؟ لا حبيت نقول فما ميراكل اه شنو الميراكل؟ لا فاي دارسي سوفي نوز افون سوفي اون غيزو انكونفينيون انكونفينيون لي دو ايل سو ساكريفي عزيزة قولي مهدي تو انتيغي باش توسخ تا سويرتي وريني بعد وريني خاطر ما تحبش تكوني صورها دونك اون ريسبكت بي اش قولكم توا خاطر عندنا شكون مغروم برشا بالكوره وعنده جمعتين كاملين ما جاش انت زاده اما هو عنده جمعتين كاملين ما جاش ولازم يحكي لنا شنو صار الجمعه هذا وفيش شنو يستنى فينا ولذا لا روبريك نتاع مهدي نبداو تفضلي مهدي تحب شكون الا نونس تاع روبريك ولا طول تحب شكون يعمل لك جينجل ولا طول تحكي انا نحب عاد ليه سيريوزمون الكوره كها فوالا الكوره مع مهدي دونك الماتش نتاع البرج نتاع الكوب دو مون نتاع الكوب دو مون بداو وبارح ليكيبات العربيه عملوا حاجه كبيره 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 حبينا المغرب زادة تربح لكن ما حالفش الحظ تعدلت في اخر دقيقه ماتش هي وكونغو الديمقراطيه 1-1 ونعرفوا لي اهم حاجه منتخبنا التونسي انتصر بارح على مالي بهدف والله يضحك على سيسوكو مركب لا احكي لعبيدي ما تفرجتش في الماتش هو خاطر يوسف مسكني بريس عليه لكن شاط الكره خاطر هو خاف شاط الكره الجول ما شافهاش دخلت وبعدي كشافه وبعد هو تمونت المونت ما شاف فرحتهم هوني منتصر طلبي انا هذاك العيد وبعد يا اخي تيره ولا هما في القاعه هو ليه هو وبعد خمسة دقائق ثلاثة دقائق هذا نفس اللعب خذي كرتون سيسوكو خاطر سيف الدين الجزيري امشي نقول هما ريت مستنسين ما يحكيوش معاك في الغيك مي كوم الماتش الكل تفرجوا فيه بيه جزيري جزيري توشي سيف الدين الجزيري في هجمه مرتده وحده معناها ما فهمتش كيفاش ماني يجري يجري ويماركيها يحطها ويخي جيت سيق سيسوكو كيف شويه وسيف عاثر سيف الدين خاطر هو اخر اتاكو وخذي الكرتون روج مونتالمون باش يتمثل واول ماتش معاه سخفني بالحق وتزاير والكامرون لعبوا تزاير ربحت واحد بلاش ومصر والسنغال لعبوا مصر ربحت واحد بلاش دوك هذا العباد اللي ما بتيتك ما تفهمش خاطر احنا سي بيان نحكيو كوره اما نحكيو بطريقه سهله باش العباد تولي اللي يحب الكوره هاكا يعرف شنو صار واللي ما يحبش يتغرم دوك هذا الماتش الي لل توا شنو نحكيو على ماتش الرتور ماتش الرتور ما لازمناش نحتقروا منف ما تعرفش عليك كيفاش في نجم يلعب لك ولا كيفاش دوك تونس كونتر شكون تلعب ديجا كونتر مالي كفتي رادس مع 8:30 نهار الثلاث ان شاء الله يلزمنا نربحوا معناها وكي نقعد 0-0 نترشحوا اذا كان 1-1 نترشحوا انا ماشي على الستاد ان شاء الله جلوخ بوخت بونور ان شاء الله وي هشام عندي حاجه نقولها وي معاك ربي يولي بيا Tunisia, Tunisia, معاك ربي ونبي هشام شنو كنت تحب تقول؟ والله نسيت خاطر وبعد انت زينة وبعد نرجع لك مهدي كان غبيك نزل بيان سور والله نسيت شنو حبيت نقول كي تذكر نرجع لك شاهد ونرجع لك زينة مهدي من بكرة قلت على حاجة على 8:30 أول حاجة ساعة 8:30 متاع الليل ولا متاع الصباح تعليل متاع الصباح خاملة كوبا لا ميزون حتى واحد ما يفهمش يدخل له بيكا بيكا أما هي ما تعرفش بوغيل كيما القراية أبخي تو ينجموا هما يقوموا فيها شوية أنا هيكا أنا نبدأ 8:30 نقرا فوالا أما هما يكاوروا ماتشويت جينيرالمون وقتاش داير فما ماتشويت تلعبوا صباح اي اي ماكسيموم نص النهار يبدا داكو ماليه صباح ليه مالي شوي صباح شوي الليل اما هم شعب فرنسا في تونس ساعات اي اما ما يلزمنيش
اهم حاجه ما يلزمنيش ما نذكر بحنا في مالي بيكا. وفي بلادهم وخمسين الف جمهور وقولوا لي 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 سي بون ما ماتش في الجيب لي لي ما يلزمنيش اهم حاجه ما يلزمنيش نحتق كيما هذيك فاس القرايه كي اللي قلنا العباد تولي ما عادش وي هشام مالوغوزمون علاه مالوغوزمون لا الماتش نتاع مهدي يبدا 20 مي لا نجم ثمانية ونص باش نتفرج كي العاده ان شاء الله يا ربي نربحوا ان شاء الله نلعبوا بدي ان شاء الله فوالا ان شاء الله ان شاء الله نترشحوا حلق في سماء رادس كما حلقت في سماء علي الزاقل علي وش بدي نشلو ماما علي الزاقل علي عمني لا كوبا لا ميزا علي الزاقل علي وش بدي نشلو ماما تعرفت برشا الغنية غنها مترو جيمس اما فما اون بيرسون كي لا عاودتها واش متر كيف لا كوب دافريك للكوب دافريك عملوها لفرنسا لي لي بلو علي لا كوب الميز خليت كامل فكرتها خليت كامل فكرتها اخي فما بنيا حبت ال انكوراج لي جوغ عملت زوج اغنيات الثانية اما يعني نعرفها وعملت زوج اغنيات يحكيوا على لي زيغل تشجيع لي زيغل ويحكي على لي جوور ما دي انت مازلت روبريك داكور كامله على خاطر ما دي بتحكينا على الفنانين وكل في باش نتعادى العزيزه دوك خلينا نكملوا معاك ونقترح تشكيله اللي تهبط في ملعب رادس وشوف شو اقترح هاي تفضل باه نقترح في حراسه المرمى بشير بن سعيد في الظهير ايمن محمد دراجر في الديفونس شالا بليل عيفة يرجع وما هو منتصر تربي إذا كان ما ماليه مازال مصاب يحط الغندري نادر الغندري اللي قدم براح زيدا ماتش باهي وفي الجناح أيسر يحط علي معلول في وسط الميدان خيرين شعليل ومحمد علي بن رمضان يقدموا ماتش تكتيك كبير ومعهم عيسى العيدوني كيف كيف اللي براح جري وعمل كل شيء وفي الاتاك يوسف المساكني وكرأس حرب سيف الدين الجزيري وعلي صار يحط نايم سليتي بيان وي هشام كيف التشكيلة ما كيف كيف بدلتها اتمانية وي هشام خازري لي بليسي حبيت نقول ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس محليك وحنا باع المجبري زادة وذا بي حطوا ما شوية فلوس اي بالحق اي والله حنا باع ان شاء الله اللي تحبوا على الكل يسير ان شاء الله on ramène la coupe à la maison. Mahdi, merci beaucoup. توحشنيك. Donc c'est bien de te revoir. Merci à l'énergie footballistique. Ou l'espérance اهلت للربع النهائي في الكاف تشامبيونز ليغ. ما نحنا مره الاسبيرانس ربحه وانت مش معانا خممنا فيك على الاخر. Donc bon. عزيزه. Alors عزيزه تاب باش ننتقلوا شويه للفان فما شكون قاعد يلسي دو كوبيير. هي حد فماش المغني الاسم المغني باهي عزيزه حذر لي روحك نمشيو بيبو نرجعو لك باش نبداو بيك تو اوكي اتوتي كل سبت من 5 ل 7 تاع العشيه غاسين كاري جونيور مع بيكا على اي اف ام احلى راديو وفند مع عزيزه اوبا انا نقترح نوليو نقترح نوليو كي نمشيو بيبو نخليو هكا اكرون صغير اللي تفرجوا العباد اش تعملوا ليه ماما ليه ماما ملا ما عادش تعملوا كليك والان سوف ننتقل الى فن مع عزيزه لا بون نوفيلك عزيزه عندها جينجل امير اعطيني جينجل العيشة فن مع عزيزه واو 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 علي زيزي هي مغنيه وكاتبه وملحنه وممثله وفعلا تخيل امريكيه سنة بوز الو هي باش تحكي لكم توا على فنانه وانتم باش تطلعوا واللي بشرب واللي باش يلقى الاسم باش نعطيه نقطه موافقين استنى مازلت ما كملتش انت موافقه توري المغني خدا توريني المغني مش مكتوب وانتم علاش فوتريشي بالسيف ماك ما تغزرش تو انت ايش ندور كنت عامله هكا تقول توري هي فو بيان كو تقرا حتى خذتها هي مغنية وكاتبة وملحنة وممثلة وفعلة خير أمريكية تولدت في 26 جوان 1993 في فلوريدا و سي بارون سون من لوريجين إيطاليان بديت سا كارييغ عام 2007 على لاج دو 15 ans En interprétant le rôle de Kat Valentine, fils Sam et Kat, ou Victorious,
بديت مشوارها الغنائي عام 2011 بعد صدرت غنيتها 2011 بديت تاو مانت غنيتها الأولى عام 2011 بتشو هيدس اب شكون طلع عشان تعرفه ظهر لي قول ظهر لي أريانا غراندي نعرفش ألو كيف طلعت اما ارسن لقاها برافو ما هاك هدي لكم نقطه ارسن صحي عايشك ارسله عايزه شفت غششت سي بوجوس اريانا جراندي انا اتونت اجرت اي وانت نغمه فرحانه حطوها ايفن مو على فورتنايت حطوها ايفن مو على فورتنايت انتوا تفرجتوا في الفندق عاملين ولا فيه الميكرو فما ممثله في فندق اللي تمثل صغيره تشبه لها على الاخر فرت ما برتقي اللي مثلت لي اللي مثلت طفله صغيره مريم اخت هاي في صوت شبه لاريانا جراندي بي الو نحيوها كنت تسمع فيني مازلت ما كملتش اما لقينيها حتى شوالي وحتى حد لا يسمعك لي دي زانفورماسيون ياسر امبورطون اي ياسر هي في زعما خاطر عندنا درج لاب وعندنا بعد باتيت هي فيجيتاريان ما تحبش اكل اللحوم اي لا من فوا دو سوبرانو مشكل في ما تخير شوية في مسيرتها تحصلت على العديد من الجوائز حصلت على العديد من الجوائز وبلغت مبيعات ألبوماتها أرقام قياسية من أهم ألبوماتها La plus récente position بعد Thank You Next بالترتيب Thank You Next Sweetener Dangerous Woman My Everything et enfin Yours Nearly Thank you. Next. Shkaulk. Whoop. Musique pop. C'est de la pop, oui. Oui. Behi, bravo. Mais bien sûr. Atina jingle, Arslan, please. Walit n'va esble jingle ta. Ah, y'a Ademir. أختي جيمينج أختي كوتشينج تحب تفهم المينينج تبع أختي شكرا تضحكوا محلية غدية محلية برافو نحب اللي يسمعوا فينا الكل ويتفرجوا فينا الكل راهو للجينجل هما وحدهم معناتها نحن أول وحيدة هما وحدهم اختاروا اسم الغبريك متاحهم وحدهم شي وسجلوا في استوديو واختاروا معناتها الحكاية الكل عملوها وحدهم جربوا محاولوا خاطر نحن ربي وفات جربت نعملها يتذكروها وجربت نعملها محلية محلية وسام غابل كنت صغير هاوش نعودوها بشكم سنة نحفظوها أي يمان أختي جيمينج أختي كوتشينج تحب تفهم المينينج تبع أختي حب نسأل حاجة وي تعرفوا اسم الغبريكي أختي جيمينج لا أنتي عايشة فن مع عزيزة أي أرسلين أتوا في كوبيكا الامتحانات في وفما صغار تجاه تخل عندي امتحانات مادم الامتحانات في وفما صغار يحبوا يشتريوا ما انا ما يعرفوش شنو يختاروا من بنات البي 5 والاكس بوكس سيري اكس بون مش صغار الكل معناتها خاطر سان غران لوكس معناتها مي لل ان باش نشري بلاي 5 ان شاء الله عرفنا نعطيكم لي بون فور ولي بون فيبل دونك للعبيد المغرومين باللي جو فيديو ما يحبوا على بلاي 5 بلاي ستيشن 5 ولا اكس بوكس سيري اكس هي لا ميور دي اكس بوكس دونك تعطيهم انت ال قول البي 5 هي اخر كونسول دو جو صنعت نتاع سوني صنعت 10 أكتوبر 2020 وعرفت نجاح كبير منذ صدورها الكونسول هذه تميزت خاصة بلونها الأبيض بارابور اللي سبقها ولونها مكحول وتميزت زادة بالكاليتي متاع التصوير 4K وتوصل حتى لل8K وبالطبيعة ما ننساوش اللي باش تتمتع بالكاليتي هذه لازم تلفزتك تكون 4K والصوت 3D اللي هي حاجة جديدة استعملتها سوني لأول مرة في الكونسول متاحة واللي تخليك تعيش اللعبة وكأنك في وسطها معناها صوت كأنك انت في وسط اللعبة كأني سي لا فيغيتي توا المعلومات الديسك دور اس اس دي 825 جيجا اللي باش يسألني اش معناها اس اس دي معناها عنده سرعة كبيرة ياسر معناها باش تلقى حاجة ما ادري شنو تحب تقول شيء يعني اف بي اس قوي معناها سرعة قوية ده التصويرة اللي تنجم توصل حتى ل 60 اف بي اس اف بي اس معناها تصويرة في الثانية اي كيف تخدم التصوير مش هك ايه بيكا هك شنو واما في البي سانك هك ايه مثيل خسارة ما شفنيش وما شكون امان الحس ميكرو هشام ايه معاها ان جو اكسكلوزيف اللي هو لاست اوف اس 2 اللي هو ينجم يتصب كان عليها هي تو الاكس بوكس سيري اكس
خرجت 19 نوفمبر 2020 سعيين بعد البيسانك، هي زيادة كتكا في التصويرة، أما أنتغا في ستوكاج معناها أكثر من البيسانك، أما أشاش دي يعني أقل فيتيس من الاس اس دي أما يرفع أكثر. توا أهم حاجة اللي هي السوق يا إلهي مسوق الإكس بوكس سيري إكس 2700 دينار معها مانيت، البيسانك 3,500,000 ومعها مانيت، هذا ما في سومهم جديد. ما تمام باتناش تلعب مع صديقك مع أخوك مع أختك ليه تنجم تشري مانيت؟ لا كارم نعطي زوزو 3000 قديش بيسانك؟ 3,500 هذي قيادتها ما نصدقش انا مش شريها بش ما فخاطر انا مش شريها من فرنسا، في فرنسا 1,800,000 كيكا هذو ما في سومهم جديد أقل إذا كان مستعملين، وإذا كان إذا كان السلاغ متاعك أقل تنجم تاخو بيسكات 1,800,000 جديدة 750 دينار مستعملة. لي أنا البيسي هو يبقى أحسن حل خاطر فيه القراية وفيه اللعب محليك إبي يا بلوس لا بوسيبيتي باش الصغارات اللي يحبوا الكل لي جو فيديو ينجموا يلعبوا سيغ نجم نقول بيكا راهو البيسانك خير من الاكس بوكس. اي جوستومون عندي سؤال دوك كان لخص هما فما حاجات الاكس بوكس خير منهم في البيسانك، والبيسانك فما حاجات هي خير من الاكس بوكس. ان فيت الاكس بوكس ترفع اكثر من البي 5 داكور، اما السرعه نتاعها في الريشيرش اقل، والبي 5 ترفع اقل اما اسرع. والبي 5 نجمو كي نتفرجوا فيها في افلام وكل زيده اي نجمو نجم نقول حاجه وي عزيزه تعرف شنو قايتها؟ قايت البري نتاع الاكس بوكس والبري نتاع البي 5 والبري نتاع البي 5 والدات اللي خرجوا ويعني السرعة متاع بي 5 قوية. سي جامي ناس أسئلة مراجية أنا عندي سؤال وي ما وي شيء فما أبوافاق في البي 5 اللي هو آخر الغرافيسم متاع الجو فيديو متاع الجو فيديو باهي على الأخر طيب إيه كتكا التحكم وش بي ميكرو ميكرو طاع ريتك في عمل اي الميكرو كانوا والله كانوا حاجة بلا هكا مال بدا اثر لينا ظهر لي لا والله ما قعدتش غاديك خلينا نسالها لينا وعزيز خلي بلاصتهم الو ومهدي بيان سور مهدي جمعتين ميرسي ارسلين دونك ان شاء الله العباد الكل اللي مغرمين بالفيديو نهار ويشريوا الحاجه اللي يحبوا عليهم ان شاء الله يا ربي المره الجايه نحكي لكم على دوزيام مان شنو نثبتوا بالضبط قبل ما نشريوا ياسر مهمه اذا دوزيام مان حاجات اللي مستعمله ويعاودوا يبيعوهم صحيت سيبيانكم صار حاجات ما طيش العباد الكل تنجم تولي عندها قادره باش تشري ان شاء الله يا ربي نشري بلاي 5 ونعمل لها انبوكسينغ بحذاكم ان شاء الله اي واحنا شنو مربوحنا وبعدر وبعد تعطينا كل جمعة عند واحد منا وبعد تقعد عند كل واحد منا جميعا لا صفا صفا داش معين بوكسينج ايه تحل قديمنا تحل قديمنا انا راني قديمة امام مش بارشا ايه علي تعملين لك ونوالي ونقول ونحب بيسان حتى ليه ليه علي اوكي شقولكم يا جميعة تفجأ زهرة تفجعت نحي لكي بخاطر امين مشي وجي امير زهرة كانت علي مين ولا تعلي سهر بلاين تيست زهرة حاضرة خاطر توا بلاين تيست بلاين تيست مع لي كوميك كمان شنو لا مش كوميك ما عملتنا اريانا جراندي دونك سافا ايتخ زعما ان جونيس وي نوفيل جينيراسيون نوفيل جينيراسيون حاضر امير اي 1 2 3 اول سون شكون يغنيها ستروماي صحيح اسمع عندي مشكلة انت قلت ستروماي اول حاجة اسمع باش نعطيكم نقطة نقطة خاطر انت عطيت التيتر وانت عطيت المغني دونك الي نص نص فما كوريغرافي خلي نقطة نقطة لا لا معناها مهدي قال نص وعزيز قال نص اكزاكتومون تولي بون نو 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 الوغ اون دانس وحد ما حينا الكلمة باش نزيدو نصعبو لكم في طلعتو تعرفو Pow, pow, pow. Ah, la grande déposition. Wow, un point. Groupe 1. Schalit. Ah, la grande déposition. Wow. Bravo. Et tu m'as dit que tu as un truc de bar. Tu as dit que tu as un truc de bar. Avoue que ma orte est là. Orti. Choi. اللي كي تروح بربي عنق خاطر ما علمتك غنيت خاطر كنت خويتي اكبر مني التاو هما اكبر مني مالي نظر وفرد عمر اما كنت صغيره كنت برشا حاجات تعلمهم منهم كيف شنو كيما مثلا القرايه القرايه بيان سور اما مثلا كنت جس نحب مادونا خاطر خويتي يحبوها وتو نموت عليها بي تعرفوها مادونا شي ذا
بقبقيه بيتي كنار بيكا تعمل بقبقيه ولا هي شطحه لا مش بقبقيه استنى اتذكر الفيلم نا 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 بلاتشا 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 هنا ماتينا برافو سوري اتو ليلي انا بلاتشا كازا دي بابيل تشاو تشاو هنا ماتينا كازا دي بابيل هي راه الاغنيه قبل كازا دي بابيل كازا دي بابيل فما فيرسيون تونسيه تعرفوها حبيبه تشاو حبيبه تشاو حبيبه تشاو حبيبه تشاو 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 حيو بندير مين الوغ حاضرين Le son d'après. Watermelon sugar hi. Oh my god. Who are you? Bravo Kfe. Watermelon sugar hi. Watermelon sugar hi. Watermelon sugar hi. احنا Waterville Villageo. Watermelon sugar اسمها Watermelon sugar. Watermelon. Adlea. خاطر سنين مثالي فمش برشا. ها؟ بالحق؟ سمحني يا سيد كان يحكي معنا انت وينك؟ ما سمعتوش قال؟ لا اسمه أغستايل. نجموا تفرجوا فينا بعد دونك لو بودكاست على اي اف ام تي في تحطنا وتلقى اي اف ام تي في كيدز تتفرج ليميسيون تسمع شنو قال. باهي باش اسالكم باش عندكم امتحان الجمعه الجايه. امتحان على 20. مازال فما. انت تحبه؟ ما لازيدونا. هاي اما 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 هي ما جبتك ما كانت فيها حتى نكته دوسر اما اما قلت اما قلت كيد يونايتد لا اما هي انجيلا انا قلت انجيلا اما هي هو جاوب قال قبل الحقيقه حطوا هنا شويه سنحب اغنية خاص هذاك شنو عارفين سي فري كو دخلتها ياسر تشبه الكومان انفون برافو برافو اليوم خلي بلاصتها لينا في الغنيه دونك هذيك المعامله أي. عليكم باش تغنيو شويه انتوما مازال فما تحبوا اي زيدنا اميره نعرفهاش ميوزيك بوب سي سيغ سي دو لا بوب يس استنى استنى سي جروفي اريانا جراندي يوسف منها عاد لحظه لحظه بوب اون هو مغنية هو طفل مش طفلة هو مغنية جاستن بيبر ياه واو انا ما طلعتش اسم الاغنية ليه قالت قالت لك بيتشز ما حكينا اليوم عدتوا في حد ليه عطاها البيتشز البيتشز هو شنو سي كوا البيش برافو سي لي بيش الخيوخ لابريكو تو تعدو سؤال فوق ابريكوت ليه كمان عطينا سؤال فوق ما عطيتناش سؤال معناش فوق باش نكملوا البلاين تيست وبعد باش نعملوا درجين لعب درجين لعب بعد باش نروحوا لجارنا واحنا ولا نروحوا الكل معاك نعملوا بيس فايف نجم نبدا ما كيسيون تاع اي مزينا في بلاين تيست احنا اللي بعده كان جي جي غاك كذا نو استنى نذكرها بيلا يس برافو ارسي اي سي كي كي شانت ماتر جيمز يب ماتر جيمز اما بي اللي بعده عربي يا جماعه عربي 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 سي سي بولتي بولمان سنومان 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 سي برافو صحيح برافو سي سنومان شو معناها سنومان رجل ثلج بي عزيزه ان بوان نحب نوريكم شويه العلامات نو 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 اوكي
نزيدكم كعبة ولا يزي؟ زي كعبة. أما آخر كعبة. أوكي أوكي آخر كعبة. إذا أغنية على الكورة. ياي. فادلك عليك سما. آية. دينغ 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 دونك إيد شيران شيب أوف يو اسمها. ليش منعمل درجين لعب؟ ألي درجين لعب. بنيقات بنيقات. بيوسيو بنيقات. السؤال الأول هشام، السؤال الثاني زينة، السؤال الثالث مهدي، السؤال الرابع عزيزة. لخر لخر. أنا عارفك تحب أنتي. فهم روح. حضر السؤال من شنو هي الكابيتال؟ دقيقة 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 بربي النظام هو. نسمعوا بالكدي ونهزوا. اسمع اسمعوني لوليد لوليد. نهزو سبعنا باش نجاوبو خاطر فما دي بوان غاني. يلا هشام جو. شنو هي الكابيتال نتاع المالي؟ باماكو. عاصمة مالي. يس برافو مهدي ان بوان. السؤال الثاني زينة. انا هو اسم لو بلو لون ديناصور دو موند. تيراكس. لو ديبلودوكوس. تيراكس. لو ديبلودوكوس. لا هي عم تاكد في ورق ذا انا ما نعرفش. سيتي اون كيستيون بياج. استنى هو كان لي اسمع يا زينة تعاود لنا سؤالك بالعربي. سي سولي كي ا لونكو هو مارين في الخيخه بالك ما اني هو اطول. شنو هو اسم الاسم شنو هو اسم شنو هو اسم اطول ديناصور في العالم؟ فوالا تيريكس. تيريكس موزازور موزازوروس. بي باش نعمل تور دو تاب كل واحد يجاوب بالطريق. فما شكون عنده اجابه؟ هشام. لانسيتر دو كروكوديل. يعطيني اسم يوسف. لو ديبلودوكوس. موافقة ولا لا؟ لا. أرسلين فكرة؟ لا. عزيزة عزيزة أنت واش أوكي؟ باش تقول لك الديناصورات وفيه ونحن علاش نحكيو عليهم؟ فاش في جوراسيك بارك؟ إي إي إي. فما شكون عنده إجابة ولا؟ شفت لا سيري. تفرجت. لا توا شنو سامحني ناس برشا أسئلة فما فما ديناصور طويل هو ما عنده لو لونكو ولا هكا. لونكو طويل؟ فما 1% عنده. أي أعطينا أعطينا الإجابة زينة. اسمه سوبر زوروس. شسمو؟ سوبر زوروس. سوبرمان. كيما زورو. سوبر زورو وزيدو اسمو. سوبر زوروس. يعمل 39 متر دو لا تيت على كو. هذا نوع نتاع ديناصورات مش اسمو. اسمو. لا نوع سي معناتها فاسيلة من الديناصورات. لا معناها مش عبي. معناها مش هما سميوه. مش هو اسمه. ميرسي زهرة على المعلومة خاطر أنا ما نعرفهاش. أوكي السؤال الثاني اللي بعدنا عند مهدي حاضر. سؤالك. أقبل الميكرو باش تسمعك بالدي. أكثر بلاد تنتج الفوسفات في العالم. تونس. العربي. شنو تونس. تونس. مغرب. مش أسألني السؤال. برافو. أي ما هاكم عرفتوا تجاوبوا كان هشام. برافو هشام أن بوان. يلا شكون السؤال اللي بعد عزيزة. باه فما هو الناس كل شيء اللي نحطوه يغلي يذوب. إي. فما حاجة بركة ما تذوبش. الحديد. الماء. العظام. تبخر. رسال. شكون قال العظم؟ انا 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 هي قالت العظم. واه تي كونف كنت نقولها والله كنت نقولها هي قالت البيكا واه ما عملتش بالعاني نقولك علاش خاطر انا نموت على العظم معناتها نجم نهار نقاقي تمنك العظم امي اليوم عملت لنا عظم في الصباح كيف ما طلع ميسالش المره الجايه والله نجمو نجيبو دجاج يا فهمو والله انا ما ناكلش لحم ونموت ناكل كان عظم اي العظم تاع الدجاج اللحم ليه نحب الدجاج انا اللحميه نحب الدجاج صح باش شكون انا فيجيتاريان يوسف بيسكاريان ناكل حوت وعظم يوسف يوسف على الفوت ارسلنا سؤال اي سؤالي بعدنا عند ارسي يلا ارسي فما ان روكان il se camoufle كيف التراب روكان لا سو كاموفل 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 مختو وعملوا معاه اون فيديو فما ان بيشور كان عنده فيزق Era un poisson, il était, il allait le frapper et le requin, il a surgi du sable, il l'a mangé. Ah, bien sûr, bah, le requin, il s'est fait. Mégalodon. انا ميغالودون انت بلون ركان تيغر قالك ليه قال لي من الاول اي عربي عربي سهل عليكم ليه 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 ما نعرفش كان عنده سنين ولا ليه اما ان توكا معناها ماهوش كيما الركان بلون ولا معناها إلا تاك با العباد ما لا ماكش قلت تو انت راه كلي الراجل في الفيلم اسمه رمل كلي كلي عربي عربي كلي حوته حوته الراجل مش الراجل
ما فهمتش. معناها هو الرجل جبش يشد حوته يا اخي الركيله تكاموفلي الرجل من برا هو قربش يشد الحوت يا اخي الركان نقص كل الحوت وهرب ماكليش الراجل ليه اي شو اسمه يدلي حتى حد هو موجود ظهر لي ليه مش موجود في دبي نارش نتوكا هو الركان تابي زربية هيدا الركان تابي كي تعرفوا علي ما قلتوش يوسف نسيت اسمه بكشي عنده مفاجآت مخبيها معك بيعمل لك مفاجأة سألنا الكل اسئلتنا يوسف مسألش سؤال عطينا سؤال يوسف انا عندي انا اسمع نحب نسال حاجه الجمعه الاخرى عرفتي انت ما كنتش معانا وكنت صور في حاجه ما تعطينيش الماركه اما شنو صورت حاجه تاع الجيش تاع الجيش عندهم عظم لا اما سيتي كرو كليو كليو احكي لنا احكي لنا شنو عملتوا جوستمون ما تعطيش الاسم والله خاطري ذي العباد الكل هوني نتخيل كل تحبوا هكا لي زيكسبيرونس نتاع تورناج وكيفاش تمشيو تصوروا حاجه وكل ولا لا للعباد اللي ما تعرفش اللي تسمع فينا كومون سا سباس احكي لنا عرفتي والله من الاول معناها قالوا لنا نمشيو نقعدوا في اون سال خاطر وقتها معناها احنا عملنا كيما عندنا اون مامي مشينا باش نطلوا عليها كيك يا اخي مادام هي لامامي بدات تعمل في اول معناها زعما زعما شاده تليفون دونك انت مثلت في عائله زعما زعما الكل يمثلوا دونك انت وشكون معاك معايا بابا مثل معاك بابا مثل بوك زيدا سهله معناتها ما مثلتوش برش والمامي ماميتك زيدا ولا مرام تعرفيش ولمامون هي ام الخو اللي سوا ديزون هو خويا واحد اللي اسمه يوسف وهما دو فامي وفما اون اوتر فامي احنا من الاول قالوا لنا معنا نمشيو نلبسوا حوايج وكل وعملوا لنا عملوا رجلوا لنا شعرنا وعملوا لي بابا الفرق عملت جو ولا تعبت ولا قلقت ولا شيخه لا شيخه شيخه هذيك قعدتوا تصوروا اش قالك اش قالك هاو عندنا سكوب قال لي اذا الباباراتزي نتاعنا لا لا قال لي ايل لوندوني دي جاكري ياكلهم ليه قالوا لنا معناها زعما زعما كوم سي سيتي ان بلا وكل ما هو كري انا قبل كنت نعمل دونك جيت بيريود قعدت برشا الوجه نتاع ماركه نتاع ياغورت دونك كنا في لي بوبليسيتي نقعدوا نصوروا نهار كامل نهار كامل ناكل في الياغورت علاش خاطر بور لي بريز وكل روح كرش هو بين على الاخر ياغورت نحبو اما دوبي ما كليتش ياغورت هذولي ما عادش نحب ياغورت جوتو هو الياغورت علاش لا يا وخ لي ما نجمش نقول خاطر سي ليه ليه يعني شنو الفخفان كل مره حاجه هما والنوع اللي تجي تخرج خاطر ياسر نكره وفي النهار تخيل انت نبدا نصور مثلا من 8 نتاع الصباح ل 8 نتاع الليل نكفي ياغورت والله والله هذيك هي نفس الحاجه اللي صارت لي من 8 نتاع الصباح خاطر هذا البوبلي عيطوا لي عليه تنشوف ربي نحب نعيط ابل كان تحب ما نقولش بيب كان عندكم ماركت تحب نمثل فيهم قول لي ها عندي المانجر نتاع يوسف الوغ لي سكور نتاعنا عندنا ايكيب هما اللي يديروا اللي ما عندوش قال ما عندوش سؤال عنده على الكوره عندك سؤال؟ اوكي اي سؤال يوسف شكون الجوار اللي ارجنتان اللي قبل ميسي ميسي استنى استنى اسمه رونالدينيو مارادونا مارادونا دييغو مارادونا برافو مهدي برافو باي بون انت جوست تخف من النقاط برافو يوسف وديما كي عبد يسال سؤال نخليه لحتى رونالدينيو برازيل تو اي نسيت قولي 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 تو سسبنس سسبنس نتاع لي سكور رولمون تامبور الفريق الاول المتكون من كل من هشام وعزيزه و اثنين عندكم نقطه 2 3 4 5 6 7 8 9 او 10 10 والفريق الثاني المتكون مهدي بديك حلي المتكون من مهدي زينه ويوسف عندكم نقطه 2 3 4 5 6 7 8 و يا غس لا اون بيان بيكا نعم نعم درجه نعم يا مان نسالوا سؤال يا عاد شنو سامحني لا ديديكاس ما اسمع نخرج بيبيسيتي ونرجعوا اوكي ا توت فيت اشكي للمدام وقول لها احلى راديو كنت تسمع فيها شنو نحكي ولا لي الو مازال تسمع في غاسين كاري جونيور مازالنا درجين بيكا وي نحب نقول حاجه قل يا مهدي في درجين هذوما نحكيوا شويه على رمضان وي اي احكي لنا
رمضان قديم مازالو مهدي مازالو جمعة سامدي اما ديمانش اي ليه سامدي الوغ مهدي حكينا شويه على رمضان نسمعوا بعضنا خاطر نزلكم كل واحد في رمضان مع شنو السوربريز نهار الجمعة ونهار قال لي سي بون سي السوربريز اللي كان مهدي شنو ديجا شهر 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 نحبوا برشا وزنا نصيموا فيه و نصيموا فيه لازمنا نصوموا كي مازلنا صغار معناتها رمضان هذايا باش نحسوا بالفقاره قداش يعانيوا من الجوع وبرشا حاجات باش نحسوا ببعضنا باش نحسوا وتعملوا الخير فوالا بيك انا شنو نقول حاجه نحسوا ببعضنا وي احنا نورمالمون اسم رمضان في تونس بالفرنسي نعيطوا له رمضان اما هو نورمالمون بالفري فرونسي لو مو دو جون بربي اوزرو لا غران ديفيرونس انتر رمضان ولو مو دو جون اي بالحق هو شهر الصيام شهر الخير شهر المحبه خويا بدل الريحه ما تقصوش على بعضكم عنده ريحه معناها ما كيفاش معناها كي يجي هو نحس بيه ما عليك مهدي حس بيه وشق الفطر بيعطيني باش نعمل تور دو تاب كل واحد يقول لي شنو لي زابيتيود نتاعو في رمضان مهدي انتوما كيف في رمضان نمشيو نقضيو كل يوم نعملو دوره نقعدو صايمين انت تصوم صوم سكر ما عملني وصمت رمضان كامل اما وانت تقرا اي عادي ما قلقنيش اي بالحق نجم نصوم وحنا نقراو اما السحور اسمها نتسحر وبالكدا باش نجمو نصوم انا نصبرو برشا ويعلم الصبر جوستومون الصبر وبعد يصغروا يقصرونا شويه مش نقراو من 8 ل 5 نقراو في 8 8 لما 3 غير درجين هكاك ما احليها القرايه في رمضان زيده بس ويا الكل من كل ساعه ينقصوا كالدرجين درجين درجين وشق الفطر تعاون في الدار في رمضان تحط الطاوله اي نحط الطاوله وديما نعملو في التصنيف وكل هذيك حاجات باهية ونشريو الزلابية والمخارق شنو واش بيك؟ بديت نجوع والبقلاوة قالك يعلمك الصبر رمضان والكعك الورقة والغريبة واليويو هذوكم حاجات هاي شكون عنده هاي تبارك الله عندي انا اهم حاجة هاي عزيزة رمضان كيفاه؟ رمضان الكوتيديان نتاعي ميكرو توا باش نستانس صومش طرنا اي وبعد تخيط ممشي انا خلط باه خاطر مرة صمت عم ناول صمت نهار كامل جاريفي با راسي معاش تركز وبلس نقرا وكل جاتني الدوخة جاريفي با سبورتي ومازلتو باش تاكل باش تولي ديما تصوم انا ديما نعسو ما يقلقنيش ما يقلقنيش شكون قال بيكا كمل بيكا انا سامح وفي رمضان شق الفطر اكثر حاجه تعجبني هي مثلا نتفرج على سيري مانيش نقول حتى انا حتى انا عليه ما تقولش نقول مسيرش انا نقول كان يا ما كانش والله حتى انا والله فوندو والفوندو بعد باش يجي فوندو باش يجي البارا اما فوندو مانيش باش نتفرجوا على الفوندو عليه اش بيكم ليه نجمو خاطر فوندو خاطر فوندو اول بعد الاذان بالضبط يتعدى هو اي ما فهميش سيتكم فهميش يا معلم بعد الاذان ديريكت فوندو يا معلم باه خلي نكمل وتعجبني البريكة هيك اللي تلبس والقارس انا عجبوني لي برونك انا عجبوني لي برونك اللي راهو كيما قبل كاميرا كاشي الكاميرا الخفية وصلت بلانكي مشكلة صلات اسمها صلات بلانكي وي مشكلة بيكا علاش مشكلة بزهر كل ما تبدا صايم في رمضان وتمشي في لي ريزو سوسيو تلقى كل ديما ماكله قدامك وي تمشي وين لي ريزو سوسيو اي خاطر العباد تركز على المعقول والعيد زاده والعيد عنده ريحه خاصه سنه نقعد في ريحه رمضان خاطر زدت ما كملتش تغدو تاب بعد نرجع عيد هشام مسكين ما قلت له اي قبيله قبلك بعد زينه هشام باهي هنا نهار عملاول نهارين صمت مشيت في دار مامتي اللي تحب تجي في غاسين كاري جونيور يا جيبها نجيبوها في رمضان وحدنا اي نحب نعطيها ديديكاس عطيها و صمت ومن بعد وساعات نصلي اي حاجه ومن بعد شقر الفطر الكلهم ماتي تحط تلفز في الاستوديو يفرجوا على اخر المسلسلات خاطر يتلموا وخطب على الباب ومن بعد
كيما انا من يعملوا لي بريكة بنينة بالعظمة العظمة فما زيدة فما زيدة الدلع باش يجي الدلع مازال بكري علي ايا زينة انا اول حاجة مون بوان فيبل كي منجمش نصوم كي نكون مع مامي خاطر مامي من الصباح تبدا طيب كي تبدا طيب اي حاجة هي تقول شنو تحب العشي كل الحاجات الكل اللي نحبه وكي تبدا هي طيب وانا صايمة منجمش لازم طول نمشي ناكل عنا الا صوت صبروني شو نقولك حاجة كملت زينة وينا قولي شنو المنيو ما كملتش بالمنيو عندي في رمضان هو هذا يتجاه سوب هكاية هاي شربة هاي شربة وبعد سلطة بلانكيت من هنا سلطة خضراء من هنا وسلطة بلانكيت من غادي أما سنة بش نقول حاجة مكرونة ولا سنة إنا تاو بش نقول حاجة تاو احنا حكينا كيفاش رمضان شهر نجم نحكي على أكسيون دقيقة باركة بش نحكينا على رمضان كيفاش هو إن نتعلموا الصبر ونتعلموا نحسوا بغيرنا ونتعلموا اما مش نسوموا نهاركين بعد نحربوها زادة بالماكلة سا سي با بيان كي نحسوا بغيرنا معناتها نجموا نصدقوا نجموا اما مش يبدا فما عبيد عندهم 4 ولا 5 بلا على الطاولة فما عبيد بالحق ما عادش شنو تاكل دونك نخموا في غيرنا زادة ارسنال دقيقة بيكا حبيت نقول سامحونا لا بيكاس ما فينا اللي تفرجوا فينا كان شاهيناهم هما هما فاطرين توا فيهم ظهر ردوا بالنا عزيزة بيكا انا حبيت نقول على اكسيون نتاع لانتي راكد عاملة قفة رمضان قفة رمضان هي باش تعاون اللي يحتاجوا ديجا ديستريبيسيون غدوة يظهر لي و يعني دونك عاونوا اعطيو فما برشا راهو فما تلقاو لي كاديز في لي سوبر مارشي دونك عاونوا اللي عنده جار اللي عنده راهو كلنا بالحق العباد الكل عملت يا دوزون عاودها سنة اوكي زينة وزيد لاني ديرنيير عملت صحيت ونعاودوا سنة زينة بي احسن حاجه عندي في رمضان كنعاود ماما باش نعمل العشي برافو وزيد شقن الفطر ولا ودي ما عندي بلاصتي جوست بحذا التلفزة يوسف قل لي انت رمضان نك برشا بريكة وبرشا سوق ايه كمرها البريكة صحة اما ارسلين انا احسن حاجة عندي التلفزة ولا بودوك احنا قولهم من توا ان شاء الله رمضانكم مبروك ما نفطروش في الكوجينة مبروك وش نفطر في الصلاة اسمع انا باش نقول لكم حاجه الحلقه جايه نحكي بكدي في رمضان خاطر ما نعرفش كان الحلقه جايه باش نبداو رمضان ولا لا نشوفوا لا نهار الجمعه اي رمضان نهار الجمعه ليله الشك ليله الشك دونك رمضانكم مبروك هاكا من توا وتوا تاك تاك مازلكم دقيقه باش تقولوا باي باي الكل او ميم طون كل واحد وحده كيما تحبوا 3 3 باي باي رمضانكم مبروك فوالا فوالا سي تو بوغ